أنا ثائر وئام أحمد حريري المخيم جنيان ابن الشهيد وئام الحريري. الليلة كانوا قوات خاصة بالجبريات وأخذوا شاب من الجبريات وطلعوا ردوا رجعوا الأربعة الصباح، فات الجيش ولبسوا طلع أبوي لبسوا طلع وطلع عند الشباب، اشتبك مع الجيش من نقطة صفار، اشتبك قد ما يقدر وضربوهم صاروخ هو الشباب اللي بقوا معه. أبوي شاب مقاتل مغوار من 2002، كان بالاجتياح، كان يقاوم بال2002، كان عمره 15-16 سنة بالاجتياح، كان يقاوم ضل يقاوم لليوم، وهي ربنا أطعمه إياه الشهادة. شو آخر إشي كان يحكي لك إياه أبوك؟ دير بالك على أهلك وعيالك إذا بطلع برجعش.